وكنتمنوا له ان شاء الله انتصار ويفوز بهذه البطوله هذه ان شاء الله، ويدي كاس افريقيا لثاني مره ان شاء الله. هذا الشيء اللي كنتمنوا له. خصهم يلعبوا شي شويه، ما يستهنوش بالقوه ديال الفرق الافريقيه، فهمتيني، لان عندهم النفس الطويل، فهمتيني، كيف ما شتي دابا المباريات اللي دازوا ديال مصر وديال غانا، فهمتيني، المهم ما خصهمش يستهنوا بافريقيا وما يكونش اللعب بحال فريمون لعب عندنا واعرين، فهمتيني، غير ما يخونهمش العشب ديال التيرانات، فهمتيني، والجو، هذا الشيء اللي كاين خصهم يعتمدوا عليه. Du coup, déjà, je suis ivoirien et je pense qu'on a tous vu que l'ouverture de la CAN s'est bien passée et on espère que toute la CAN va bien se passer et que ça va continuer comme ça dans cette même ambiance. Et on voit aussi des influenceurs marocains qui sont à Abidjan, ils s'amusent et ça nous fait vraiment plaisir de voir que ça se passe comme ça. ويتوفق ويفاجئنا بحال فلاكوب دي مونت في 2022 صافي. كنتمنى لهم كل خير انهم يتأهلوا ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب الوطني القلوب ديالنا كامله، خصوصا في هذه النسخه بعد النجاح اللي داروا في كاس العالم، يعني المغاربه كلهم ما طامعين الا في الكاس باش يجي للمغرب، هذا هو الفرحه ديالنا. المهمه صعيبه بزاف، التطور ديال المنتخبات الافريقيه، اي سيليكسيون كامل اللي كان اللي خصو يدخل خصو يقضي الغرض، فهمتني، اللي خصو يدخل كيلعب راه خصو يقضي الغرض. سي دي غران جوور لي افريكان، سي دي غران زيكيب. صعوبات كثيرة، اللعب ديال لي زافريكان ماشي هو ديال لي زوروبيان، هما هذوك بحال لاعبين في اوروبا ملي كيكونوا في المونديال، هو الى جيتي المعقول كون كيديو الدراري ديال المغرب احسن، لان هما يتقاتلوا مع دوك لي زافريكان تما وكيلعبوا البطولات مع افريقيا، عندهم يعني عندهم اكسبيريونس بعدا او موان يديو 50% من الدراري ديال المغرب. L'ambiance se passe bien, ça se passe très bien même, parce que je n'ai pas encore entendu dire qu'il y a eu des soucis ou il y a eu des problèmes. Je vois que les Marocains sont très heureux et les Ivoiriens sont très heureux de recevoir les Marocains. Le match s'est bien passé, c'est vrai qu'on a gagné, mais je voulais qu'on fasse plus, je voulais qu'on fasse mieux. كنتمنى المنتخب المغربي يتأهل ويلعب مزيان كيف ما فاجأنا في لا كوب دو موند في 2022 ويديو الكاس ان شاء الله. لا كوب دي موند فرق كبير ما بينها وما بين لا كوب دافريك، فهمتي، لا كوب دي موند حاجه اخرى، لا كوب دافريك سي اوتر شوز، كاين الجو، العامل ديال الجو، كاين اللياقه البدنيه، فهمتيني، كاين اللياقه البدنيه، لي زافريكان سون تري دوي فرونسمون، عندهم كونديسيون فيزيك واعره، فهمتيني، هادشي اللي كاين، ونتمناو لهم التوفيق ان شاء الله يا ربي. ولكن عارفين بان الاسود ديالنا غادي يجيبوا ان شاء الله الكاس، ومتيقنين انهم غادي يديروا الجهد ديالهم كامل، ونتمنى يرجعوا بالكاس ان شاء الله ونديروا لهم استقبال يليق بهم، ولفناهم بانهم واعرين واسود، وان شاء الله الكاس عندنا.